مع خبر انه ممكن كتير يكون معك رينج روفر وصار لك فترة عم بتسوق وما بتعرف بهيدي النوع من الزوايد، انا حابب اتشارك معكم بطريقة تقفيل التابلو بحال عنا غلط التامين وبدنا نتركه بالسيارة ونسلمها للفالي او لاي سبب كان. تفضلوا معي على الشاشة. طبعا هالرينج روفر 2018، هيدي الزوايد موجودة بالجيل الاقدم. بنفوت على الفالي مود، نضغط على الشاشة، بننقي كود. هلا مثل ما عم نشوف انا وياكم لو سمحتوا التابلو فتح بالطريقة الطبيعية، بنرجع للشاشة بنختار كود من 4 ارقام مع اوكي اول مرة، نعم تاني مرة. مجرد ما ضغطنا على الاوكي بصير الفالي مود شغال. هاي السيارة هلأ ما بقى في الشخص اللي موجود بقلبها يأسرع فيها ويعلق RPM أو حتى يستعمل أي شيء من الفيتشرز. خلينا نرجع للتابلو اللي هو الأساسي، نكبس كبسة التابلو بتزمر السيارة. قد ما جربنا ما بقى تفتح، التابلو قفل وغراضنا التامينة موجودين بالتابلو. إذا بدنا نرجع نفك هيدي الموضوع نرجع كذلك أمر، بنحط زيت الكود مع أوكي، بيرجع كل الفيتشرز اكسترا فيتشرز اشتغلوا وحتى التابلو بصير يفتح. إذا كنت تعرف أو حتى ما كنت بتعرف وهلأ صرت تعرف، اكتب لنا تعليق بيشبه أخلاقك، وتحياتي لأحلى متابعين.